أما قوله في قصة موسى عليه السلام. أحسن جزاك الله. بعد إذنكم أنا والدتي أتكلم فما لازم أرد عليها. هذه ما ألو. طيب. نحن الواردة ونحن في النفل ونصلي نقطع يا إخواني النفل. كان رجاء بن حيوة أمام تلاميذه تناديه أمه تقول له يا رجاء قم وانثر الحب للدجاج، فيقوم يقطع درسه وينثر الحب للدجاج ويعود. أي نعم.